احنا ما نكتب احسن. بارك الله فيك. حاولوا شباب تروحون للصيد، هذا الحيوان لا احد يكف له خطيه. يعني لا يشرك ترد الحجي لما قال روح ما افوق زين حبيبي كفو العافية. هو احسن لو ما الحمر هذا لو اصغر من عنده شوي رجع بالرجله كذا من رجله علي رفض الرباط ترى يصعد عليكم. هذا راح نمشي خليه يشوف نفس ما قلنا نستوعب بالحلقه نفسها. انتبه على الرفش. هذا الرفش الثاني. هذا الرفش الثاني باو انتبه. دائما ما ياكل يضرب لو بيده اول مره يذوق طعمه. انتبه هاي رقبته شغلته سهله. احنا من النوع اللي ما نكتب رفش. هذا الرفش حيوان بري يعني جوعان شو يريد يسوي لازم. هذا الرفش اصل الصين. هذا هذا اصلا من الصين سحوله الملكي. احنا خله كبه خله كبه خاطر اي حبيبي احمد خوفه. لا هو بس خليه يطلع رقبته دبا خليه يطلع رقبته عشان اطيب لك حظه. خله خله عن قرب يا ابو يوسف دقيق عن قرب صور لي اياها. احنا ما نقتل الرفش هاي نكررها والصياده لا حد يقتل الرفش مهدد بالانقراض. السلام عليكم ورحمه الله تعالى. حلقتنا اليوم نوثق لكم صيد الجري بالسناره. وياكم اخونا ابو عمر. ابو عمر والله وضح لنا شنو الفائده من صيد الجري. والله جري احنا بالنسبه لنا من اهل بغداد يعني نجي من بغداد كل نتونس وتعرفنا على الاخوان هنا كل الهلل وحصل لنا شرف انه يعني نتعرف ان شاء الله ديرتك واخوتك الله يحفظك وانتم اخواننا ان شاء الله الله يسلمك. الجري قسم من الناس ياكلوا احنا وايد من الناس ياكلوا بغداد. نعم قسم يعني احنا نجي بالنسبه لنا هم اللي فايد الصيد يعني والكثره مالته يعني الصيد 20 15 10 مو سوى. نعم رزق يعني هذا الله صيد بالشص يعني سير بالشص بالشص. قد الكميات اللي تصيدونها يعني؟ والله مو سوى رزق بيد الله يعني نعم. مرات 15 20 25 مرات 10 يعني تجون من بغداد على 10 20 اي يعني احنا نجي نتونس يعني الهوايه يعني زين لغرض يعني البيع له الهوايه لا 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 هوايه هوايه يعني هواية فقط. يعرفونا احنا من سكنه الزعفرانيه يعرفونا اكثر الناس انه ما نبيع احنا موجود متوفر بالسوق. المعروف عن الجري يعني حرام اكله يعني المرجع السيد علي السيستاني يقول حرام اكل الجري يعني قسم يعني هي هواي مذهب قسم يحلل وقسم يحرم وكل من على مذهب. احنا ما نريد ندخل في هذه الاشكالات انه حلال او حرام. لا انا استفسرت عنه صيده وبيعه حلال بس لغرض يعني اعلاف يستخدم اعلاف كاعلاف اكو ناس يعني ان شاء الله راح نوثق ان شاء الله تابعينا ابو يوسف ابو سلمى. لقد اثبت العلماء ان اكل سمكة الجرية حراما شرعا لا وان بيعه حلال لا اذا كان يستخدم كاعلاف. وثبت ان سمكة الجري يتغذى على فضائل الحيوانات ولذلك حرمها الله علينا. هذاك الكبر الزين شويه صغيره تشوفونه شلون ماكل الطعوم بالعته هاي بس النار هاي تشوفون عاش ايدك ظافر. شنو الطعم مالتك؟ هذا مصران مال سمك. يجي علي يجي علي تكون احسن. ليش ليش انتبهنا؟ لازم انتبهنا زنقونه هسه نزنقها هسه عاد زنقها يعني تزنقها وين توديها؟ ازنقها هناك ارجعها خليها بالمي حتى لا تموت. جابه 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 لا يشرد شرد شرد شرد. هذا صغير يرجع للمي. هذا يرجع للمي ما استفاد من عنده. ها ما استفاد اي ما استفاد منه صغير خليه يكبر احسن. بارك الله فيك.
والعباس هنا لما سناك ابو عمر لما خلى شرد الحجي لما قال روح ما افض. هذا سيد عمر القرابي، شوفوا سيد عمر شلون بالله ذاك الصوت عيون ابو اسحاق بس اريد اسولف والمتابعين مال سيد عمر بس اخوي شلون تشمل السناره ابو شمر. اهم شيء اللايك والاشتراك كفو. سولف لنا سيد عمر على الطيب. والله احنا نجي هنا نتونس قضوي وكيت والجماعه خطار علينا همينه قضوا وقت وياهم. والله انت سيد عمر معدل بدو اروح له سيد عمر. هذا كم متر تشمر؟ تقريبا 30 متر 40 متر يعني هسه يعني فوق النص هسه فوق النص يعني بالشبرة. هم اكو مكانات خاصه يعني الصيد جري اي حسب المكان تجر الصيد مالته حسب المكان الصيد بيه. اكو مكان تروح له ماكو صيد بيه واكو مكان لا بيه صيد. كان هذا المكان احنا نروح نرجع عليه يعني بيه صيد يجاوب بيه صيد. ايش عجب الصيدون الجر ما الصيدون بقيه الاسماك؟ اه يا اخي بقيه الاسماك انقرضت مثل ما يقول شوي شوي كانت تنقرض. احنا نجي من هناك مباراه تونس على الونسه والله مو على الصيد. وين ابو عمر؟ سيد هسه ايش قد طلعتوا لحد الان؟ هسه تقريبا بيهن 15 يشتغل. لوين تبغون؟ يعني مرات للصبح مرات يعني حسب الصيد. والله يعني اذا اكو صيد يعني بثنتين بثلاثة نرجع لبغداد. عشر جبت الدراجة من صار. وإذا ماكو صيد نظل الصبح يعني تقريبا بالستة نطلع. سيد هذا شنو الأسماك هذه المجموعة هنا؟ السمك الشاني الخشني. العفو الخشني هذا. يحب الصفرة مال السمك يعني أسم الذبلة طعم مال السمك يعني الذب اللي ياكله. يحب الطعم مال السمك بعد شلون يجي عليه يعني ياكل بيه يحب. هذا بس اخر هذا عندنا ابو مو شفته يصحى. شوف هسه قام ياكل بيه. ارجع تصوير مالتك شوف هو يخاف من الضوء برا مخاشوق عيني. صحيح واضح مو واضح ترى لا ما يفارقنا باعه اخر زين حبيبي كفو بالعافيه. والله محترق ابو هذا يمكن صاير له سنين مو بس هذا. انا ما خلى جوله ما راح فيها القوي مبين ما خلى زوره ما قعد فيها. كان بس كمان قبل يومين والله لا ابوي افتر محافظات العراق كلها. احنا ما وصلنا حبيبي رحم الله والديك. الله لا يزال افتر محافظات العراق كلها هذا القوري. لا لا خذ والله والديك يا اخوي. تعال احمد ما اشرب الله يخليك. سولف لنا شلون يبدا الطعم صارين مال السمك. نعم يجي هنا هذا الشص. هذا الشص موجود هو صيني طبعا قبل كنا نجيب النرويجي للسمك بس هسه لازم كله هذا كله صيني انه تدري حجم مالته كبير. اي حجم العلمود الجريه من تاكل تدري حلقه يختلف عن السمكه. الجريه تعلس مو مثل السمكه تاخذ اول ما تبدي تاخذ تعلس عندك هي الجر هي تقتل نفسها. احنا صحيح تقتل نفسها انت تسحبها. هسه خلينا الطعم كملنا الخيط ترجع له ضربه خيط يمن الخيط غفوري الخيط حبيبي. هم تضيفون ثقاله لازم موجوده ثقاله لازم ثقاله دبل هم يعني تدري السير مال المي دجله دوم جاريه. نعم ميها قوي يصير لازم ثقاله لازم اذا مو ثقاله راح يرجع عجرف. هذا البكان هو الكوت هي احسن مكان بصيد الجر بالعراق عام ويم الفلينه. صح اكو بكربله مكانات اكو بس اللي تختلف هنا لان غمج المنطقه دجله هنا بالعراق بس هي الوحيده غميجه. اغمج منطقه بالعراق دجله هنا العفو الكوت. لا ما يبيع تفصيل ما خلي يبيع.
هاي يبدا يجهز الخيط يشوف الخمام كل الجو رجليه لا فيه طماط خليه يروح يشتري بربع نص ابو اسحاق وليد كفو كفو منك راحت ابو طقار لا ابو عمار الله بالخير الله بالخير حبيبي خيطي روح هو احسن لو ما العمر بشير اما هذا على من يميتها يا راح الكبرى طوله منه الي كفو هذا لو اصغر من عنده شوي رجع شنو ما فيه باقي باقي شنو ما فيه هذا حجم مقبول كيلو وين مقبول والله تدري الكاميرا يطلع اصغر هذا كيلو لا لا طويل اي الاصغر من عنده الرجعه هو هذا رجال شايف اي هو هذا علاوي العمر ايش فيك طابق هيك الوجه على هيك هو هذا صاعد رجال شايف والله بخير والله صيني حسين انت على هدي هذا بالي مترس والله يعني شلون الصيني نفسه؟ اعطيني يا خله شو مره الجديده والله راويني واحد هنا هو على لسانه قال لي ياباني على لسانه ياباني هذا اكل ما السلام عليكم السلام ورحمه الله بس عمر تخلون هنا تحافظون عليه هذا ظل الصبح لحد ما نروح هو عدل بالماء ايه من نطلع ناخذه يوصل البغداد عدل قسم منه والله احنا بالله ابو عمر هذا عدل وهم بعد هاي مثل ما تشوفون نلف الطعم بهذا الخيط خاطر ما يوقع اخذك ماطور اذا كملت فوق اخذك ماطور لا لا ما يفيد بشار عقلك ما تقدر تسدوته ستوته مو دراجة ستوته وتروح الحمود بن حاوي كمل 500 فوق دراجته يلا روح روح ايش فيه هذا؟ صح ولا لا؟ صيني ما يفيد يا كمل فوق 500 قدام هاي الولد اجيب لك مطار مدى حياتك شوي عمرك يلا وغير كله باطل والله مدى حياتك شوي موت عرموطه عاشتي مرتب صيني صيني احمد انا اقول لك ما تشوف ما تشوف ما تشوف لا ما تشوف بس انا وياي ما يجي احمد ما انت بس هذا انت تو يا ابو اسحاق اسحاق رجال ثقيل لا انت لا اسد اسئله قل له قل له استعمالك اكثر شيء بالدراجه طق له جوا جوا بالقفاز مالته طقات على السما وطاح اول ما نرفع من نسحب ابو اسحاق عمر قوه عمر ما لابس تشوفه وانا ابو اسحاق هذا علي بالرجله قضى من رجله علي قضى على البك هذا قضى على البك يا بتر ما عنده ضوء حسين ضوء ضوء حسين ضوء حسين وقف رخصك هذا احنا نعالجه شو نسوي له هذا نقلبه على البطانه لا التصوير ما يطلع لا ما يطلع بس لا تقصوه هسه خله لا قصه هذا لا طلع لا قصوه لا ترى ما يرضون انا مصياده ما ترضى يرباك لابو سيخرب التصوير كله يا عبك قناتك يطلع عليك يا ابو الدربال وسحاق ابو القناه ايه لا 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 انا ما يدي يطلع قص شو اسمه ابو شو طلع ايه هذا ياكل برجلي ابو يضربها برجله
هذا يضربها يذوقها يعني قبل ما يحط راسه يضربها برجله ريد ولك شوفه يضربها برجله حيوان يشوفه شيء شلون هذا عرفت رافش من طلعت من ثقله بس ها من ثقله شاف شيء يسوي برجلي هيك بالقاع يعني يجمدهن ما يمشي مع ظافره هذا ظافره رافش هاي ظافره رافش هذا يعني مخلف بس ها هذا مو كبير طلع يا احمد لا ما لا تخاف هاي رجله باحه يا عشتي لك احنا طبعا ويا الصياده ندعمهم صح ياذي ويتعبك بس لحد يعني هذا ثروه هذا مهدد بالانقراض رفش راح احد يقول لي يضوجني راح ينقص الخيط كله مو صح وياكاني بس حاول هذا ملك هذا رفش ملكي حاول تبقي لا تاذي اطلق صراحه يلا نطلع صراحه اطلق صراحه يلا روح حاولوا شباب تروحون للصيد هذا الحيوان لحد يكف له خطيه هاي ترجعها؟ هذا مال ابو عمر هاي هاي ابو عمر فلت هاي هاي زينه هاي البقيه طيب ياخذهم لا لا مو موتي هذا بكل مال السيد سيد صقر اخوي هاك عينه طلعنا احنا همين جيب جيب هذا زنقه علانه هذا شيش حتى هذا مجهزينه مديت سن الخيط تظل اشد بيها تزنق اول وحده هذا حال السمكه تزنقها طبعا هاي مو بس هذني موجودات خيط ثاني هناك موجود عندك همين موجودات بس احنا نخلي الخيط واحد ليش أنا متثقة وتدري الدفع مالها إيه هو خير الشيء اللي يصير يعني نزنقها ونخليها حتى الصبح يبقى وثاني يوم يبقى ما عليه كل شيء أهم شيء عابر الجرف يعني يصير ويا الجرف يموت صقار جايك العفو منكم على بالي راح يروح ليغا وش واحد بس لا عدى واحد من الساده والله صار صقر ما صير وراي رد فعل لا والله لك ولهلك انت سيد كل شيء ملخص كل شيء ملخص انت طبعا متابعينا هنا الصياده مستمرين للصبح ان شاء الله واحنا وثقنا ما بي الكفايه هذا الجري المريض بالنسبه للجري اكثر الناس يعني يقولون انه للصدر واللي عنده سعال قوي بماده انه تفيد الصدر مال الانسان وبالاخص الاطفال يعني متابعينا الاعزاء لهنا ننهي حلقتنا لهذا اليوم انتظرونا في حلقه قادمه ان شاء الله وثقنا لكم صيد الجري بالشص شكرا لمتابعه هذا الفيديو انتظرونا في حلقه قادمه ان شاء الله